السلام عليكم، عاملين ان شاء الله تكونوا كويسين، ورجعنا لكم بكورس جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التشفير وازاي بقى تبدا في عالم التشفير. نظرا للاهتمام الكبير والطلب الكبير على قناتنا على تيليجرام، الناس كلها دلوقتي مهتمه بالتشفير وفك التشفير، فكان لازم طبعا ننزل لكم كورس، بس يكون كورس عالي شويه او هاي ليفل او معتمد مثلا من الاي سي كاونسل. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن كورس السي اي اس. الكورس ده باختصار بيشرح لحضرتك علم الكريبتوغرافي او الكريبتوغرافي ساينس او علم التشفير، مدخلك لعالم التشفير، في انكريبشن، في ديكريبشن، في خوارزميات، ازاي مثلا تفك تشفير وازاي تشفر، والخوارزميات بتشتغل ازاي، والهاشات والكلام ده كله. طبعا بتتعلم في الكورس ده على يد مدربين متخصصين من الايزي كاونسل، والكورس طبعا المفروض ان هو مدفوع، ولكن كالعاده هننزله على المنصه بتاعتنا ب 10 جنيه. طبعا لما مش يدفع ال 10 جنيه يقدر يكلمنا على تليجرام هبعت له الكورس مجانا. وبالنسبه لطريقه تحميل الكورس، طبعا كل المتابعين القدام عارفين، ولكن للمتابعين الجدد حضرتك بتدخل على الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو ده بتلاقي سايب لك لينك المنصه، بتحمل المنصه وبتروح على قسم افضل الكورسات بالمجان، بتلاقي فيها هناك تشكيله محترمه جدا جدا من الكورسات. وللناس اللي حضرت اللايف بتاع امبارح واول امبارح اتكلمنا فيه واتفقنا عن ان الكورسات الكبيره اللي حجمها كبير اللي بتنزل على ميجا، خصوصا ان ميجا بتديلك ليميت 2 جيجا يوميا، برغم ان احنا برضو قلنا حل المشكله ان انت تستخدم في بي ان، بس برضو الناس بيواجهها مشاكل. فعشان اتخلص من المشكله دي نهائيا، فاتفقنا في اللايف بتاع امبارح واول امبارح ان الكورسات اللي حجمها كبير هننزلها على التليجرام وهنبعتها لحضرتك دايركت على التليجرام، تمام؟ هنزلها على قناه التليجرام. اما بالنسبه للكورسات اللي حجمها صغير مش هيكمل مثلا 2 جيجا، فده نرفعها على ميجا عشان حضرتك ما يطلعلكش الرساله بتاعه الليمت اليومي. واخيرا بالنسبه للغه بتاعه الكورس، فلغه الكورس ده هتكون اللغه الانجليزيه. الانستراكتور اللي بيشرح لحضرتك او المدربين اللي بيشرحوا لحضرتك، عشان هم اكتر من انستراكتور، اللي بيشرحوا لحضرتك كلهم بيتكلموا باللغه الانجليزيه، وللاسف ما فيش ملفات ترجمه مع الكورس ده. وبغض النظر اصلا ان احنا اتكلمنا قبل كده في كذا فيديو عن موضوع اللغه ده، وقلنا يا جماعه طالما دخلتوا في اي مجال خاص بالانفورميشن تكنولوجي فلازم تدرس اللغه الانجليزيه، وعندك قنوات كتيره جدا على اليوتيوب وعندك كورسات على المنصه للغه الانجليزيه، بس الناس يعني سايبه اللغه الانجليزيه اللي هي الاساس بتاعت اي كورس بننزله، ومصممه ان هي تاخد ملفات الترجمه وتترجم الكورسات. صدقني لما تشوف الكورس مترجم مش هتفهم منه زي ما تفهم مثلا اللغه نفسها. وانا مجرب والله وعارف ان الانستراكتور بيتكلم انجلش، الموضوع بيكون صعب عليك شويه، بس صدقني حل المشكله دي هو ان انت تدرس اللغه الانجليزيه. الموضوع مش صعب، يعني انت كل الكورسات اللي هتاخدها في المجال بتاع الانفورميشن تكنولوجي او السايبر سكيورتي او البنتريشن تيست او الاي اي او اي حاجه خاصه بالتكنولوجي لازم تاخدها باللغه الانجليزيه عشان حتى تفهم المفاهيم صح، تمام؟ طيب فللاسف الكورس ده مش مترجم، الكورس باللغه الانجليزيه عشان ما حدش يقول لي لغه الكورس ايه في التعليقات، تمام؟ طيب ده باختصار الفيديو، زي ما قلت لك هتحمله من خلال المنصه بتاعتنا، لينك المنصه موجود في الديسكربشن. وما تنسوش التقييم، يعني حط تقييم كده عشان ده بيساعد على انتشار المنصه على مستوى الوطن العربي. فده باختصار الفيديو، واتمنى الشرح يكون واضح، واتمنى اكون استفدت، ونشوفكم ان شاء الله في الكورس الجاي. سلام عليكم.